التعليم الأولي بإقليم الناظور في صلب اهتمامات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي مكنت من إعطاء دفعة قوية للجهود الرامية إلى دعم هذا القطاع وتعميمه وكذا تشجيع تمدرس الأطفال لا سيما بالوسط القروي. هذه الوحدة التعليمية التابعة للجماعة القروية ولاد ستوت نموذج لهذه المشاريع التي تم إحداثها من أجل تعزيز القدرات المعرفية والاجتماعية للأطفال. التعليم يحتل مكانة أساسية في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برسم مرحلتها الثالثة من خلال برنامج دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة. الشراكة اللي كتجمعنا بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كتهدف لتعميم التعليم الأولي على مستوى الإقليم، ومن الأهداف الأساسية تاع المؤسسة هي تعميم التعليم الأولي ذو الجودة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وقبل التحاقهم بهذه الوحدة التعليمية يخضع المربون والمربيات لتكوين يمكنهم من التعرف على بيداغوجية الاشتغال وطريقة التعامل مع الأطفال. كندوزو من التكوينات اللي كيخليونا أننا نقدروا نشتغلوا بطريقة سلسة، يعني بطريقة اللي تعاوننا نخدموا بشكل جيد مع الأطفال. التكوين عندنا تكوين ديال 400 ساعة، ففيه كنعرفوا طريقة التعامل مع الأطفال، طريقة العمل، طريقة الأركان. جهود كبيرة تلك التي تبذلها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم كما على غرار باقي أقاليم المملكة من أجل تطوير وتعميم التعليم الأولي بالعالم القروي.